ايه كمان
الفورنسيك ميديسين. يعني ايه ميديكال ليجل انفورنسيك ميديسين؟ ميديكال ليجل اهميه في الطب الشرعي. فورنسيك يعني طب شرعي. ميديكال ليجل يعني اهميه شرعيه. ميديكال ليجل اهميه طبيه شرعيه يعني اهم مهمه في الطب الشرعي. فورنسيك يعني طب شرعي. ايه ده زي ايه؟ من كام سنه كده كانت حصلت مشكله ان في حد دخل لعبه في الاولمبيك جيمز في الماراثون على انه ست وطلع في الاخر راجل. اوكي؟ اكتشفوا في النهايه ان هو كان ايه؟ راجل وداخل يلعب في الالعاب الاولمبيه على انه ست. اوكي؟ ومحدش اكتشف القصه دي. طب بنكتشفها ازاي؟ قال لك دلوقتي بنتعمل كروتين اي حد داخل يلعب في الاولمبيك جيمز لازم نعمل له تحليل كروموسومي. ليه؟ ما يظهرش ان انا ست وبطلع راجل مع ان انا راجل وبطلع ست. قالك لا طب ده روتين بقى نعمل ايه؟ كروموسوم الاكزامينيشن لكله. اوكي؟ اهميه ثانيه في الطب الشرعي زي ايه كمان اهميه في الطب الشرعي؟ واحده حامل بجنين اوكي؟ وجوزها توفى وهي المولود ده متوقف عليه الميراث بتاعهم، هي بتحاول بعد الولاده تقول ان المولود ده او الجنين اللي والدته ده ولد عشان تاخد جزء من الميراث كبير، واهل الزوج بيقولوا ان المولود ده بنت. المحكمه تاخد في ايه؟ يعني بشكل خارجي انا ما بتاخدش كده بتحليل الكروموسومات، اذا طلع اكس اكس يبقى ده بنت ولو طلع اكس واي ده يبقى ايه؟ ولد. هي دي اسمها اهميه في الطب الشرعي. يعني دي امثله لاهميه الحاجات دي في الطب الشرعي. تحديد انواع الناس اللي بتلعب في الالعاب الاولمبيه، تحديد الحاجات المتعلقه بالمواريث. لما يبقى فيه لخبطه والناس بتدخل مع بعض محكمه ويقولوا لا ده الجنين كذا والتاني يقول لا ده الجنين كذا، مش بنعتمد خالص على شكل، المحكمه ما بتاخدش الاشكال ولا تقعد تقول لك احنا شكله يدي على بنت او الجينيتال اورجنز بتاعته بتدي على لا خالص، هم بقى يروحوا على طول للايه؟ للكروموسومز، طلعت اكس اكس الوليد ده بنت مهما حصل والاكس واي ده راجل مهما حصل. اوكي؟ خلصنا كده؟ يبقى دي كده اهميه الايه؟ الكروموسوم الاكزامينشن. هو كان في ماده فيه واحده ست كانت حلقه شعرها كده خالص وكل جسمها عضلات كده والعكس في رجال عندهم امراض اسمها جاينيكوماستيا بيبقى عندهم امر جلاند بريست يعني عادي زيهم شكل الستات خلاص ما بيبانش وبعدين هم لما دخل يعني ما حدش عارفه يعني ما هو دخل ولعب عادي. اوكي طيب لا امراض تاخدوها السنه الجايه. اوكي يعني مش كله حلو يعني في حاجات مغلوطه. يلا clinical importance of chromosomal examination. اوكي في ناس الحصه اللي فاتت ما ترجموش وفي ناس مترجمين كله واخر الحصه اقول ان ما ترجمش الحصه اللي فاتت تقعد معايا. اوكي clinical importance of chromosomal examination يعني ايه clinical importance؟ اهميه فحص الكروموسومات. diagnosis يعني ايه diagnosis؟ تشخيص genetic sex يعني ايه genetic sex؟ جنس المولود. In doubtful cases, as hermaphrodite. Doubtful يعني فيها شك. شك. الحالات المشكوك فيها. هيرماغرودايت اللي هو عنده الأعضاء التناسلية مشكلة. يعني إيه؟ يعني شك لا راجل ولا ست. يعني ملخص يعني شكله وتركيبته متلخبطة. نمرة اثنين. Identification of fetal sex. فيتال يعني جنس الجنين. By staining the cell obtained from the amniotic fluid. Amniotic fluid هو السائل الأمنيوزي. السائل المحيط بالجنين. Amniotic fluid هو السائل المحيط بالجنين. Diagnosis of sex chromosome abnormalities. Abnormality يعني خلل في الكروموسومات. As in Turner syndrome. Turner اللي هي متلازمة Turner. Klinefelter. Diagnosis of structural abnormalities. Structural يعني تركيبي. Abnormality يعني خلل تركيبي. In chromosomes as deletion in mental retardation. Deletion يعني حذف. حذف جزء من الكروموزوم. Mental retardation التخلف العقلي. تخلف النمو العقلي. Translocation ده نوع من انواع الامراض وهنعرف يعني ايه الحصه الجايه. Chronic myeloid leukemia. Chronic يعني مزمن. Myeloid leukemia سرطان الدم الميلودي المزمن، نوع من انواع سرطانات الدم. نوع من سرطان
سرطان الدم. سرطان الدم في منها حاد وفي منها مزمن. نوع من سرطان الدم المزمن خبيث ويقعد فترة طويلة. خلاص خبيث. Diagnosis of numerical abnormalities. Numerical يعني خلل عددي بالكروموسومات. Numerical يعني خلل في العدد. زي ايه المنجل الطفل المنغولي. Numerical يعني عدد. متلازمة داون. المنجل يعني متلازمة داون اللي هو الطفل المنغولي. Medical legal importance in forensic medicine. Forensic يعني طب شرعي. ميديكو ليجل يعني ميديكو يعني طب وليجل يعني أهمية شرعية. أهمية طبية شرعية. نعم؟ Structural abnormality يعني خلل تركيبي في الكروموسومات. Deletion يعني حذف. Mental retardation يعني التخلف العقلي. Translocation ده النوع لسه هناخده المرة اللي جاية عشان نحتاج شرح. Chronic myeloid leukemia نوع من سرطان الدم المزمن. بصوا بقى لو انا اديت لسيادتك 46 كروموسوم سيادتك استاذ في البوظان في البوظ 46 كروموسوم البوظ النساء اكل بعض قالك ايه اكل بعض بص الباشمهندس قال ايه ازاي البوظه هيهجم على واحد من الكروموسوم فيه كلهم ماشي معليه او يزود كروموسوم هو حر لا في واحد تاني بشرد اكتر قال لك هقطع حته من الكروموسوم اقطع له رجل اكسر له ايد كروموزوم دي دراع ورجل وايد يقطع حته من الكروموزوم خلاص اسمي الخلل في الكروموزومات ستراكشرال لو خلل في التركيب والنيوميريكال لو خلل في الاعداد يعني لو تم عمل خلل عددي في الكروموزومات خلل عددي يعني بقى الكروموزوم عدده مختلف عن اللي احنا نعرفه من 46 كروموزوم اسمي ده خلل عددي نيوميريكال طب لو كان في خلل في الكروموزومات تركيبي اسمي ده structural وكلمة structural يعني بالتركيب التركيب بتاع الكروموزوم بقى ليه خلل خلل يعني ايه حذف جزء من الكروموزوم اضافه جزء من الكروموزوم لخبطت اتنين كروموزوم على بعض اسمي ده structural لو انا اديتك ال 46 كروموزوم وقلت لك ان في منهم كروموزومات جنسيه سكس كروموزومز وكروموزومات جسديه اوتوزوم تحب نبوظ مين فيهم اوتوزوم شاستور ها حد يفتي اي حاجه البوظان اي سكس كروموزوم نبوظ اي حاجه البوظان ده قد يلحق السكس كروموزوم وقد يلحق الاوتوزوم خلاص طيب لو انا بوظت اي حاجه في الكروموزومات ايه الاعراض اللي تبدو على البني ادم امراض في صوره ايه منتال ريتارديشن تخلف عقلي ديفلوبمنتال ريتارديشن تخلف في النمو البدني يبقى تخلف يا اما في نمو العقل يا اما تخلف في نمو الايه الجسد خلاص طب نتكلم الحته دي كروموزوم الابريشن يعني كلمه ابريشن ابنورماليتي ابنورماليتي يعني خلل يبقى ابريشن يعني خلل كروموزوم الابريشن مين اني ديفيشن ديفيشن يعني انحراف انحراف from the normal number or structure انحراف عن النمبر اللي هو العدد structure يعني تركيب abrasion may occur in autosome autosome يعني كروموسومات الجسدية or in sex chromosome الكروموسومات الجنسية خلاص most types of abrasions اغلب الانواع بتاعت التخلل مصحوبه ب mental retardation mental retardation تخلف عقلي او developmental retardation developmental يعني خلل نمو في البدن development يعني خلل في النمو البدني causes of chromosomal abnormalities او abrasions ايه اسباب chromosomal abrasions number one الأسباب التعرض للراديشن الإشعاع تعرض للإشعاع راديشن التعرض للإشعاع بيعمل كروموزومال دامج وحاجة اسمها non-dis junction وعرف يعني إيه حالة non-dis junction دي يبقى بيعمل كروموزومال دامج
يعني ايه كروموسومال دامج؟ تدمير للكروموسومات. وايه كمان؟ نون ديسجنكشن. يعني ايه نون ديسجنكشن؟ هقول يعني ايه نون ديسجنكشن حاجه، نوع من انواع الخلل في الكروموسوم. خلاص. فايرال انفكشن. يعني ايه فايرال انفكشن؟ عدوى فيروسيه. عدوى فيروسيه. عدوى فيروسيه. زي جيرم نيسز، الفيروس بتاع الحصبه الالمانيه، بينتقل من الام للجنين، اوكي، بيعمل تكسير في كروموسومات الجنين. تكسير يعني فراجمنتيشن. فراجمنتيشن يعني بيكسر الكروموسومات بتاعه الجنين. يبقى فايرال انفكشن، جيرم نيسز. جيرم نيسز اللي هو الحصبه الالماني، هي المانيه. ايوه اسمها حصبه الماني، نوع من انواع الحصبه. اسمها الحصبه الالماني، جيرمن ميس. خلاص. نعم. يعني الام بتبقى يجي لها زي دور برد، دخل لها نوع من انواع الفيروسز، اوكي، بعد شويه بيبتدي يظهر عليها طفح جلدي، وعندها رش وحمى سخونه، وبعد شويه يكتشف ان دي حصبه. هي لو حامل الفيروس ده ينتقل من النشيمه يروح للجنين ويصيب الجنين، لما يصيب الجنين يكسر الكروموسومات بتاعته. pregnancy in old age، الحمل في سن متاخره. يكسر كروموسومات الجنين. الحمل pregnancy in old age، الحمل في سن متاخره. فاكرين انا قلت لكم السبب كان ايه؟ لما الام تبقى حامل في سن كبير، واتفقنا سن كبيرة دي اللي هي بعد سن كام؟ قلنا سن الأيدي هو 20 وال 25، ده السن المناسب جدا للحمل وللجواز، اوكي؟ 25 سنة. لكن لما الست تكبر أكتر من كده، يعني نوصل لسن ال 30 ونبتدي ندخل بقى من أول 35، حاجة فيري ريسكي في الحمل. فيري ريسكي يعني دي مش حاجة حلوة، دي حاجة غلط، اوكي؟ ليه؟ اتفقنا ليه الكلام لا ينطبق على الراجل؟ فاكرين؟ قلت لكم الاوفا واقفه في اي مرحله من السال ديفيجن؟ روفيه اوف ذا فيرست مايوزيس، بتقف فيها كام سنه؟ 12 وكام؟ 45 سنه، اوكي؟ وده قد يؤدي الى خلل من الكروموسومز، اوكي؟ والخلل ده اسمه ايه؟ نون ديسجنكشن. يبقى قبل كده قلت لك بيعمل خلل في الكروموسومات، وما قلتلكش اسمه ايه؟ النهارده هاجي اقول لك اسمه ايه الخلل؟ نون ديسجنكشن. مين اللي عرضه يحصل له نون ديسجنكشن؟ الاوفا ولا السبرم؟ الاوفا. السبرم بيتعمل طازه بطازه، يعني ايه طازه بطازه؟ يعني كل 74 يوم بنعمل سبرم جديد. يعني تكوين السبرم بيستغرق 74 يوم بس. منهم البروفيز 22 يوم. خلاص؟ لكن التوتال وقت كله عشان هنصنع السبرم بتاخد 74 يوم. اوكي؟ يعني كل 74 يوم بعمل فريش نيو سبرم. لكن الاوفا ابتدى تكوينها من امتى؟ من الانتراترين لاين. واستغرقت قد ايه؟ الطول لوحده اللي اسمه البروفيز اخذ 12 الى 45 سنه، وفصلناها قبل كده. اوكي؟ يبقى مين اللي عرضه ان يبقى في خلل في الكروموسومات بتاعته؟ طبعا السبرم عرضه ان يحصل له خلل، لكن مين اللي عرضه بمراحل الاوفا؟ وفهمنا ليه؟ ليه؟ فكر نفسك، لان الاوفا واقفه في مرحله اسمها البروفيز لمده 12 الى 45 سنه، وقلنا لها تفسير قبل كده ازاي؟ اوكي؟ اتفقنا؟ وهي واقفه في مرحله البروفيز، ايه المشاكل اللي عرضه تحصل للكروموسومات؟ حاجه اسمها نون ديسجنكشن، وهنعرف يعني ايه نون ديسجنكشن، اوكي؟ طيب يبقى عرفنا بريجننسي ان اولد ايج، عشان كده الراجل ممكن يخلف وعنده 60 و70 ومش هيحصل اي مشكله. ليه؟ هيطلع الطفل كويس جدا، لان السبرم صعب ان يحصل له خلل، اوكي، لانه بيتكون اول باول. لكن مين اللي دايما فيها مشكله؟ الاوفا. مين دايما مسؤول عن اغلب الامراض الوراثيه اللي بتتنقل للطفل؟ اوكي، جزء كبير جدا من الامراض. طبعا في حاجات ريليتد باترنال، اوكي، يعني ريليتد للاب، لكن الاغلبيه العظمى مرتبطه بسن الام في الحمل، اوكي. سايتوتوكسين يعني ايه؟ الناس اللي بتاخد ادويه مسممه للخلايا،
هو في واحد يقول لي بمزاجه كده يروح ياخد دواء سم، بمزاجه غصب عنه، اللي هو اي دواء للعلاج الكيماوي بتاع الاورام هو مسمم للخلايا، يعني هو بيعالج الاورام لكن بيعمل ايه في باقي خلايا الجسم؟ مسمم. بدليل ان الناس دي شعرها بيقع، جلدها بيبوظ، جهازها الهضمي بيتطهر، يعني ممكن هو العلاج الكيماوي يعالج لك الورم بس في نفس الوقت ليه اثار جانبيه على جسمك كله، لانه سايتوتوكسيك. يعني ايه سايتوتوكسيك؟ يعني في سم للخلايا بتاعتك. السم ده في صوره ايه؟ قال لك ادويه زي كولشيسين انهبت الميتوتيك سبندل، بيمنع تكون الخيوط المنزليه. كولشيسين لا يا لا 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 كولشيسين ده اسم دواء، كولشيسين ده اسم دواء، اسم دواء بيستخدم في منع الخيوط المنزليه من تكوينها. على فكره بيستخدموه من ضمن العلاج الكيماوي، هو ده كولشيسين ده بيستخدم في الادويه اللي بتحبط انقسام الخلايا. عرفت هو بيحبط انقسام الخلايا ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل ايه؟ انهبت يعني يمنع ميتوتيك سبندل الخيوط المنزليه. اوتو اميون ديزيز يعني ايه اوتو اميون؟ فجاه الجسم يروح يطلع اجسام مضاده ضد كروموزوماته ويكسر الكروموزومات. اوتو اميون، واحد عارف ايه سببه؟ محدش يعرف. دلوقتي حد يعرف ايه سبب الاوتو اميون؟ ان فجاه جهازك المناعي يتجنن ويبتدي عاملك انت نفسك على انك انت شخص غريب ويموتك، يعني انت منك في نفسك يطلع ضدك اجسام مضاده تكسر لك جسمك كله. ده كان موجود الاول اللي هو ايه؟ الجهاز المناعي هاجم. لا لا ده ده يا ابني بيحصل في اي سن، بيحصل في ناس زينا كبار كده فجاه. ناس عندها 23 و25 و40 سنه فجاه جهازهم المناعي يتجنن ويروح ضارب نفسه. بس انا ما سمعتش عن مرض اسمه الزئ ده الحمراء، ده بيجي في سن ناس كبار كبيره مش لازم طفل، يعني واحده عندها 25 سنه فجاه كده الكلى بتاعتها اتدمرت والجهاز المناعي ابتدى يدمر جلدها وكليتها وشعرها وجسمها، فجاه اكتشفوا ان ده اوتو ميون. اوكي؟ يبقى الاوتو ميون ديزيز دول يعني الجسم يطلع اجسام مضاده ضد نفسه اسوشيتد وذ نون ديسجنكشن. يبقى لازم بقى حضرتك تعرف ايه نون ديسجنكشن. تعالوا بقى ناخد النيوميريكال ابنورماليتيز. الاول كلمه نيوميريكال ابنورماليتيز الكلام ده مهم جدا 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 جدا. اوكي؟ يعني ايه مهم؟ يعني حضرتك تقريبا كل سنه في امتحان اخر السنه في سؤال تحليل جزء اللي هو الثلاث اربع صفات المتبقيين دول. يعني لازم تتسال في النيوميريكال والستراكشر الابنورماليتيز حاجه منها. تعالوا بقى ناخد نيوميريكال ابريجن. يعني ايه نيوميريكال ابريجن؟ ست الكل ست البنت اسمك يا حبيبتي مريم بتسلمي عليها ليه دلوقتي يا مريم؟ يعني بص السلام حمد يعني انتوا ايه الحب اللي طاق على الصبح ده؟ طاق خليكم على الصبح. بصوا بقى استراكشر افتح النور عايزه ايه؟ عايزه افتح النور. افتحوا لنا النور انا اصلا مش شايفه حتى خالص النهارده عن ايه مفيش. افتح يا ابني النور. كلام والله. عايزه من كيف ولا النور؟ لا النور. سامعاكي ومش شايفاكي. افتحوا لي ابني المكيف والنور. لا النور بس كفايه. ايه؟ جاي لازم احفظ كل يوم؟ لا يا حبيبي ان الام سي كيو بتعرف تحل، انا بتكلم عن امتحان اخر سنه. خلاص؟ بالنسبه بصوا يا جماعه بس عشان انا سالتكم على حته النرد دي. اوكي؟ بعد ما بالنسبه للسايت بصوا يا جماعه بصوا انت بعد الموديول ده انت هتخلص الموديول ده ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. هنخلص الموديول ده يوم 1/12، هتبدا موديول جديد يوم 2/12. الموديول الجديد اللي هيبدا ان شاء الله من غير مقاطعه يوم 2/12 يا جماعه بس عشان خلص. الموديول الجديد اللي هتبتدي يوم 2/12 يشمل الباثولوجي فارماكولوجي باراسيتولوجي اند مايكروبيولوجي. اوكي؟ الموديول ده هينتهي يوم كام؟ هينتهي الامتحان بتاعه يوم 12/1. اوكي؟ يوم 12/1 اتفقنا؟ طيب وبعدين يوم 13/1 هجيب لك موديول جديد. هتبدا موديول جديد اسمه النيورو ساينس. اسمه النيورو ساينس ده الموديول رقم 4. لا يا جماعه استنوا خلاص.
لا والله لا 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 معلش انا عارفه انه مش وقت وانتوا رايحين المحل من سيفت الهاي ده بس انت لازم تبقى عارف برضه الدنيا ماشيه ازاي. هتبدا موديول رقم 4. موديول رقم 4 ده اسمه نيورو ساينس. الموديول ده مدته 3 اسابيع فقط لا غير. منهم اسبوع هتاخده يوم 13/1 وبعدين تتوقف الدراسه وتاخده اجازه نص السنه لمده اسبوعين. ترجع من اجازه نص السنه الموديول يكمل حوالي اسبوع او 10 ايام او 14 يوم. هو يقال ان الموديول ده هيبتدي من يوم 13/1 ل 25/1 اللي هو اجازه نص السنه. يعني في 10 ايام من الموديول قبل الاجازه وفي من الموديول بعد الاجازه حوالي 15 يوم او 20 يوم تانيين بعد الاجازه. اوكي يقال الامتحان مباشره بعد ما ترجع تخلص الموديول. يعني سايب الموديول هو الثلاث اسابيع بس خدت منهم 10 ايام قبل الاجازه يبقى باقي لك من الموديول ده كام يوم بعد الاجازه؟ 20 يوم بس 19 يوم 18 يوم. هو يقال ان انت هتاخد 12 يوم قبل الاجازه و18 يوم بعد الاجازه. بعد ال 18 يوم هتمتحن الموديول رقم 4. اسمه ايه الموديول ده؟ اسمه نيورو ساينس. النيورو ساينس ده بالنسبه لنا احنا في الهيستولوجي فيه هيشرحوا من بعد ما توقفنا من بعد كلمه نيورون لكل النيرفس تيشو. يقال بس ده ان نوتشور ومش متاكده ان الكلام ده هيحصل ولا لا يضاف عليه جزء بسيط من السي ان اس بتاع سنه ثانيه هيديكوا ليه حاجه صغيره كده بس اللي حاطط لحد دلوقتي مش متاكد اذا كان فعلا هيدخل جزء من السنترال نيرف سيستم ولا لا عشان اسمه نيورو ساينس. الموديول ده هتاخده ميني اغلبه فارماكولوجي الاغلبيه بتاعته فارماكولوجي وفي هيستولوجي اللي هو بس يعني بقيه النيورون واذا كان يضاف ليها جزء من النسيه ناس ولا لا لانه مرتبط بالفانكشن وبتاع المفارما عايزينكم تدرسوا كويس. اوكي فارماكولوجي الموديول ده فيه اكتر من ماده. الموديول ده بيقولوا انه مواد كتير 4-5 بس في كل حته هتاخد حاجه صغيره. اوكي الموديول ده لما يخلص بعد ما ترجع من اجازه يعني انا بقول لك الكلام ده ليه؟ الناس اللي حاجزه سفر وناويه تسافر بليز ما تاخدش اسبوع تاني بعد الاجازه ما ينفعش. هتيجي تتفاجئ ان انت يمكن اول يوم تيجي فيه هو الامتحان بعديها على طول. فارجوك اللي بيحجز السفر حضرتك مرتبط بمواعيد اجازه نص السنه بالظبط وتكون هنا متواجد اسبوعين بالملي لا تتخطاها. موديول 5 موديول 6 موديول 5 موديول 6 هما كمان فيهم هيستولوجي. واحد منهم اسمه ماسكول سكيلتون اللي هو كله اناتومي ومعاه حته هيستولوجي اسمها المصل والكارتج والبون الحاجات اللي ريليتد تو مصل وسكيلتون سيستم. اوكي بعدين عندكم موديول ثاني اسمه هيمو بروليفريتيف. الهيم والبروليفريتيف ده الهيستولوجي هناخد فيه البلاد والهيموكويسيس تصنيع الدم وهناخد الليمفاتيك تيشوز ومع المسكل سكيلتا اللي نسيت اقول لكم هناخد كمان السكين. اوكي الجلد والكارتج والبون والمسل. بصوا يا جماعه الموديول 4 و5 4 ماشي لوحده سيبريت مدته 3 اسابيع. موديول 5 و6 هيمشوا مع بعض في المدرجات. يعني انت لما ترجع من الاجازه بعد ما تبتدي ترجع من الاجازه حوالي 10 ايام وهتمتحن موديول رقم 4 وتبقى كده خلصت 4 موديول زي ما باقي لك موديول رقم 5 وموديول رقم 6. موديول 5 و6 هيمشوا مع بعض بارلل يعني متوازيين جنب بعض. اوكي واحد اسمه هيموبروليفريتيف والتاني اسمه ماسكولوسكيليتال. اوكي اتفقنا الانتهاء من الموديول 5 و6 مع بعض هيبقى ايه؟ نهايه شهر 5 امتحانات العمل بتاعتهم كلهم بتاعت كل المواد اللي انت خدتها من اول سنه. بالنسبه لي انا همشي زي الهيستولوجي هنا عشان تبقى عارف واخد من رجلك. في ناس بتنقسم حتتين في ناس طبعا مكمله بعد كده مع المدرج اللي هيكمل هنا الحته بتاعت النيرفس تيشو اللي هي النيورو ساينس قبل ما الاجازه تخلص التو دايز هدي الجزء اللي ريليتد لموديول رقم 4 اوكي اللي هي حته الهيستولوجي الصغيره اللي ريليتد لموديول رقم 4 بحيث ان لما الكليه ترجع اوكي هبتدي معاهم عادي موديول رقم 5 وموديول رقم 6 لانهم ماشيين فعليا. موديول 5 و6 دول فين في الكتاب؟ النص الثاني من الكتاب 4 و5 و6 هو النص الثاني من كتاب الكليه. اوكي؟
فيك لو انا مسكت كده لقيت كارتيج وبون ومصل ونيرف بقيه النيرف ولامفاتيك وسكين وفاسكولار هما دول النص الثاني من كتاب الكليه متقسم على 3 موديولز عرفنا التدريب مش سهل ما اجازه نص السنه تبدا يوم 25/1 تقريبا اوكي لا مش اكيد متاكد من الكليه ولمده اسبوعين يعني ترجعوا من 9 ل 2 تقريبا خلاص اوكي كان عنده خلل غير طبيعي اوكي بس في النهايه ايه مات
الاسباب بتاعته هل تفتكر ان هي اسباب طبيعيه ولا اسباب غريبه جدا؟ اسباب غريبه قوي. زي ايه؟ انا هديك امثله. طب تخيل كده اوفر جواه 23 كروموسوم بقت فيرتلايز باثنين سبرم، هل دي حاجه عاديه ان هي تحصل؟ كومنت عندك. طب لو جيت سالتك اوفر بدل ما جواه 23 كروموسوم بقى جواه 46 وبقت فيرتلايز بسبرم عنده 23، ايه ده بقى؟ بقى الجنين ده تركبته ايه؟ 69. طب بالعكس بقى بقت فيرتلايز كمان باثنين سبرم، بقى الجنين ده عنده كام كروموسوم؟ 92. انت كل مره بعمل ايه؟ بصعب الموضوع، يبقى الاكسيدنس ممكن يكون ايه؟ اصعب بكتير. طب اقول لك بص احتمالات غريبه بقى، اوفر 46 بقت فيرتلايز بالسبرم 46 كروموسوم، ده بقى حاجه غريبه خالص. الانسيدنس بتاعتها ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول لك ده يكون واحد في المليون مثلا، ده واحد كل 10 مليون، ده كل واحد ايه كل اللي مش عارفه كام مليون، اللي بالصدفه تطلع اوفا بايظه عندها 46 كروموسوم فيرتلايزد بسبرم بايظ عنده 46 كروموسوم، يعني ده ليله سوداء عشان يطلع جنين عنده كام؟ 92 كروموسوم. او قال لك حاجه غريبه قوي، بلاش كده، اتكون اهو سبرم واوفا طبيعيين جدا، وبعد ما اتكونت اتعمل جنين 46 كروموسوم، الجنين جه خلايا تنقسم بعد مضاعفه الكروموسومات رفضت الانقسام، يعني تم مضاعفه الكروموسوم في مرحله اسمها اس، وبعد ما ضاعفنا الكروموسوم بتاعت الجنين الخليه رفضت تنقسم الى خليتين، خليه احتفظت بكل الكروموسومات جت في مرحله الانافيز ورفضت الانقسام، يطلع لي جنين عنده كام كروموسوم؟ 92 خلايا، كلها اسباب شكلها عامله ايه؟ غريبه جدا، اوكي؟ وطالما غريبه جدا الاسباب يبقى الانسيدنس بتاعها في الحياه فيري ريد، يعني ايه فيري ريد؟ صعب حدوثه، ولو حدث هيموت. خلاص؟ ومش هنشوف. طب تعالوا للنوع ده، النوع ده بقى للاسف اوكي؟ اللي هو الثاني الانبلويدي، يعني مفيش الكلام ده حاصل، امال ايه؟ 46 كروموسوم زائد واحد او 46 كروموسوم ناقص واحد كروموسوم. دول بقى عايشين في وسطينا وبيكتروا كل يوم. يعني ايه؟ يعني الناس دي عايشه معانا في الحياه وبتكتر كل يوم وبالعكس عددهم بيزيد، وخاصه عملوا احصائيه في الوطن العربي لقوا ان دول زايدين قوي 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 في السنوات الاخيره. لان دول بيعيشوا وكلنا بنشوف. اللي هم ايه؟ كروموسوم 46 ده الطبيعي، لو اضفنا له 1 اكسترا كروموسوم ده خلل مش كبير. اوكي؟ ورغم كده اوكي البني ادم ده عايش معانا بس عنده اعراض وامراض ظاهره عليه اسمها السندرومات. اوكي؟ لو قلت لك كده واحد اتولد عنده 47 كروموسوم، رحنا عملنا له تحليل وراثي، يكتب لك ايه في التحليل؟ عنده 47 كروموسوم مع وجود نسخه من كروموسوم زائده ولازم يسمي هذا الكروموسوم. وليكن لما اجي اسالك هو ايه الكروموسوم اللي زاد؟ اسمه ايه؟ تقول لي كروموسوم مثلا اكس، تقول لي لا كروموسوم رقم 21، لا كروموسوم اسمه مش عارفه 13، لازم تسمي الكروموسوم ازاي؟ هو كل واحد عنده من كل كروموسوم نسختين. بمعنى كروموسوم 21 عندنا كل واحد يمتلك اثنين 21، واحد ورثه من ابوه، واحد ورثه من امه. طب لو لقينا عنده بدل نسختين ثلاث نسخ، اسمي الحاله دي ترايزومي، اسميها ايه؟ ترايزومي. يعني ايه ترايزومي؟ تثلث بكروموسوم رقم 21 مثلا. اشمعنى الكتاب ذكر كروموسوم 21 بالذات؟ قال لك من اشهر الكروموسومات اللي بيحدث فيها عمليه التثلث دي كروموسوم 21. طب واللي هي اسمها متلازمه الطفل المنغولي داون سيندروم. طب لو جيت سالت حضرتك ايه كمان بيحصل فيه تثلث؟ قال لك الاكس اكس واي الكلاين فلتر عنده تثلث في الكروموسومات الجنسيه، بدل ما كل واحد بيمتلك كام كروموسوم جنسي؟ اثنين. الطفل اللي عنده كلاين فلتر بيمتلك ثلاثه. وانا بديك امثله ثانيه، كروموسوم 13 و14 سهلين ان يحصل فيهم تثلث. 13 ايه؟ اه كروموسوم رقم 13. خلاص؟ طب لو جيت سالت حضرتك كده لو ناقص كروموسوم اسمي الحكايه دي ايه؟ منظمي. اسميها ايه؟ منظمي. يعني ايه منظمي؟ دا
تبعض بالكروموزوم، بمعنى ان لو واحد عنده 46 كروموزوم منهم اكس اكس كروموزوم، فجأة لقيناه عنده اكس واحدة، اسمي ده ترنر او اسميه منظمي اكس. منظمي يعني توحد بالكروموزومات. يبقى انا لو زيادة في الكروموزوم الكالي فاكي بيطلع لك اسمه ايه؟ ترايزومي. طب ولو عندي كروموزوم اقل بيطلع اسمه منظمي. ويعني ايه كلمة ترايزومي؟ تسلسل. يعني ايه منظمي؟ توحد بالكروموزومات. اوكي؟ طب بصوا كده الاكويشن دي تساوي ايه؟ بدل 46 ممكن احط رقم 2 هنا زائد 1. طب وهنا بدلها ممكن احط ايه؟ 2 اكس ناقص 1. ما احنا اتفقنا ان 46 بنرمز لها بالرمز ايه؟ 2n. يبقى انا عندي حاجتين، منظمي وحاجه اسمها ايه؟ ترايزومي. يتكتب ازاي في التحليل الوراثي؟ يتكتب طفل يكتب لك كده عيان يحتوي خلايا على 46 كروموزوم، لا سوري 47 كروموزوم مع تسلس في كروموزوم اسمه كذا. ترايزومي 21، ترايزومي اكس، ترايزومي 13، ترايزومي لازم يسمي اسم الكروموزوم اللي فيه التسلس، اللي عندك منه بدل 2 3 نسخ. اوكي؟ اتفقنا؟ تعالوا بقى طالما ده هو اللي عايش في الحياه وده هو بيزيد جدا 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 في الوطن العربي خاصه، عملوا احصائيه لقوا ده زياده بشكل مش طبيعي حاليا. والاكسيدنتس بيقول لك مش عارفه من كل 10 ستات بيخلفوا بيطلع واحد او عنده حاجه من هنا، يعني ده معناه ده ريت عالي جدا. اوكي؟ طب تعالوا بقى ناخد اسبابه. طالما ده عايش في المجتمع وبقى عامل مشكله والمشكله بتكبر يبقى لازم نعرف اسبابه. السبب الاول non-disjunction. السبب الاول اسمه ايه؟ non-disjunction. يعني ايه non-disjunction؟ انا هاخد اسباب ده ولا ده يرحم الله؟ يرحم الله يا توكل على الله ده هيموت. اسبابه قلت لك كلها حاجات عقيمه جدا يعني غريبه وما بتحصلش غير كل كام مليون واحد يحصل فيه. طب وده؟ ده الثاني ده اسمه السبب الرئيسي اسمه non-disjunction. اسمه ايه؟ ايه سبب تكامل الكروموزومات وتوحد الكروموزومات؟ يعني حاجه اسمها نون ديسجنكشن. اوكي؟ يعني ايه نون ديسجنكشن بالعربي؟ مش عارف افك الجنكشن. نون ديسجنكشن يعني ايه؟ مش عارف افك الجنكشن. مش عارف افك الجنكشن. الجنكشن اللي هي الرابطه بين الكروموزومات. خلاص؟ يبقى نون ديسجنكشن يعني ايه؟ مش عارفين نفك الجنكشن. خلاص؟ بصوا بقى يا جماعه لو دي سلب بما انك خدت ميتوزس وزفت ميوزس عايزه اعرف انت شفت المنظر ده فين قبل كده؟ لا يا جماعه يعني في الميوزيس ولا في الميتوزيس؟ الميوزيس. يبقى انا شفت الكلام ده فين؟ ميوزيس 1. كان اسمه ايه الكروموزومات بتقف في الطابورين جنب بعض؟ الكيازما او العبور. مرحله اسمها الكيازما او اسمها الايه؟ العبور، كراسنج اوفر. كانت الكروموزوم بيقف 23 كروموزوم وجنبيهم 23 كروموزوم تانيين، 23 موروثات من الاب و23 موروثات من الام، واقفين طابورين جنب بعض. اوكي؟ الكلام ده كان بيحصل في انهي مرحله؟ مايوزيس 1 الانقسام الميوزي الاول. اذا حصل بصوا كده انقسام للخليه دي لاثنين، ايه اللي كان بيحصل؟ الكلام ده لازم تبقى فاهمه عشان لما تيجي تكتب. اوكي؟ بصوا كده الكروموزوم الاول اهو عملنا كده، جه اخر واحد ده ما رضيش ينقسم عن زميله وقف معاه تمنع زي ما بيقول اهو. يعني المفروض كنا نعمل انقسام كده للكروموزومات. طبعا بعد ما عملنا كلمه ايه تبادل جيني للكروموزومات كده. اوكي؟ بعد ما بدلنا شويه جينات. اوكي؟ طب اذا حدث الكلام ده واحد بصوا بقى الكلام ده خليه راحت واخده الاثنين كروموزوم دول وما سابتش للخليه الثانيه من اخر الاثنين كروموزوم، يعني انا في 23 و23، ال 23 22 انقسموا
كويس. وجينا اخر واحد مش راضي ينكسر. جينا ندخل في الميوزيس 2 في الام 2. الخليه دي في الام 2 عشان تنقسم هتعمل ايه؟ هتنقسم الى اثنين برضو اهي. الكروموزومات تنقسم بالطول اهي. جينا في اخر اثنين دول حتى لو انقسموا بالظبط، يعني واحد راح كده في خليه والتاني راح في الخليه الثانيه، هل شكل الخليتين دول مظبوط؟ غير طبيعي. ليه؟ في حاجه غريبه، شايف دي واخده كروموزوم اهو زائد على بعض ودي واخده ايه؟ كروموزوم حاجه زياده، اوكي؟ طب دي تعالوا نخليها تنقسم اهي الى اثنين دول في السنة. الكروموزومات اللي لونها احمر اهي اول ثلاثه انقسموا، وفي عندنا حاجه ناقصه في الاخر اللي هو الكروموزوم اللي كان اصلا مش موجود اصلا في الخليه من هنا. يبقى الاثنين دول عندهم ايه؟ اكسترا كروموزومز. طب والاثنين دول هيبقى عندهم ايه؟ لوست وان كروموزوم. يبقى كام دوتر سيل طلعوا؟ اربعه. حد فاكر الدوتر سيلز في الانقسام الميوزي بنسميهم ايه؟ سبير او اوفر. الاربعه بايظين. السبير كلهم بايظين او الاوفر كلها بايظين. اسمي ده نان ديس جانكشن. مش عارف افك الجنكشن، مش عارف افك الجنكشن بتاعت ايه؟ الكيازما. هو في الكيازما الكروموزومز كانوا عاملين كده على بعض، رجليهم جايه على رجلين بعض، وهم جايين يتفكوا من بعض رفضوه، وان كروموزوم رفض يسيب صاحبه. اسمي ده برايمري نان ديس جنكشن. اسميه ايه؟ برايمري نان ديس جنكشن. حد يقول لي البرايمري نان ديس جنكشن حصلت في انهي انقسام؟ مايوزيس 1. نتج عنها كام دوتر سيل؟ أربعة. والأربعة شكلهم إيه؟ أبنورمال. تقدر تقول لي كده يعني إيه برايمري نان ديس جنكشن؟ يلا عشان تعرف تذاكرها، يعني إيه برايمري نان ديس جنكشن؟ أنا نسيت أنزل لكم على الجروب النهاردة صور السايتوجينيتكس إن شاء الله هنزلها، عشان في حد بعت لي أنا والله للأسف. بصوا بقى يا جماعة. شوفوا إزاي كرم أخلاقه، يا سلام. طيب يعني ايه نان ديس جنكشن؟ برايمري نان ديس جنكشن يعني ايه؟ عشان تمشي يلا. ده حصل في انهي مايوزيس؟ ايه اللي حصل؟ نان ديس جنكشن ان ايه؟ وان اوف ذا كروموزوم نتج عنده كام دوتر سيل؟ اربعه دوتر سيل والفور ابنور. اثنين وين؟ اكسترا كروموزوم والثانيه ميست كروموزوم. طب بصوا هي دي حاله ثانيه، حاله احلى. ادي سيل جواها كروموزومز عاديين اهو، واقفين اهو في الميتافيز عادي اهو. هو المفروض ارسم 23 كروموزوم، بس المخ التخين مش معقول ارسم 23 كروموزوم، فانا رسمت ايه؟ اربعه كمثال يعني. اوكي؟ عشان شويه ما يجيش واحد بعد فتره يحصل لي رسمت اربعه. يا عبيط، المفروض ارسم 23 بس مش معقول ارسم 23 تحت بعض. لا ما انا بعد ما بتمشي انتوا بيطلع لي واحد كده في الضلمه، اه انا ما سمعتيش في 23 او يبعت لي على الواتساب بالليل الساعه 12 بيزعل، اروح طالع عليا اللي بيقولوا ده، يقول لي اشمعنى ليش دكتوره ما رسمتي 23؟ ليش رسمتي 4؟ بس انا بحاول اجمع السلطات اللي ده بيحصل والله. تحبوا اقول لكم اسميهم مين؟ قالوا كده؟ المره الجايه هيقولوا الاسامي. اوكي طيب بصوا بقى لا دول عايشين معانا في المجتمع اللي بيسالوا الاسئله دي. ليش ما نلاقي ميتوكوندريا بره الخليه؟ ليش؟ اي ميتوكوندريا طالعه بره الخليه نقتلها، ما عندناش تمشي مع البنات تمشي لوحدها بالليل، الميتوكوندريا بالليل نذبحها. الكلام ده انا سالته كتير ما تهرجوش يعني. طب بصوا حصل مايوزيس 1 تم بسلام ما فيهوش مشاكل. خلاص؟ ادي مايوزيس 1 اهو تم من غير اي مشكله. طب بصوا كده يا جماعه. جينا في انقسام مايوزيس 2 حدث ان السل دي انقسم طبيعي جدا. جينا للاثنين التانيين دول. ايه اللي حصل هنا؟ سل من دول اتقسم طبيعي جدا. طب والسل الثانيه خدت كروموزوم زائد كمان.
وما سابتش للتانية حاجة. أنا عندي كم دوتر سنة طلعوا؟ أربعة. اثنين نورمال واثنين أب نورمال. المرات الخلل كان بالكيازمة؟ لا، من الخلل ايه؟ السندرومير. يعني ايه الخلل في السندرومير؟ مش عارف أفك السندرومير بتاع الكروموزوم. اوكي؟ بصوا كده، لو مش عارف أفك السندرومير هو من الدوتر سيلز دول اللي طلعوا، وجينا دخلنا مايوزيس 2، ايه اللي يحصل؟ يطلع لي اثنين نورمال واثنين ابنورمال سيلز في الانقسام المايوزي. اسمي ده سكندري نون ديسجنكشن. سكندري نون ديسجنكشن بتحصل فين؟ ام 2 ولا ام 1؟ ام 2. يطلع منها ايه؟ اثنين نورمال واثنين ابنورمال، كلها ايه؟ بحرق برقم اثنين. سكندري، سكند مايوزيس، اثنين نورمال، اثنين ابنورمال سيلز. والخلل عندي هنا فين؟ في السنترومير. والخلل فين؟ في السنترومير. يعني الفيرست مايوزيس تم بسلام، والمشكله كانت في السكند مايوزيس. اوكي؟ طب عندي سكندري نون ديسجنكشن ممكن يحصل في حاله ثانيه؟ اه، بصوا كده، كروموزوم واقفين في خط الاستواء 46 طابور واحد. ده بيحصل في اي مرحله؟ مايتوزس. الكلام ده كله معتمد على الحصه اللي فاتت تمام. الاثنين اتقسمت الى اثنين دوتر سيلز، واحده اتقسمت تمام، واحده وهي بتنقسم خدت ايه؟ 1 اكسترا كروموزوم. الخلل هنا برضو عند مين؟ عند السنترومير. الانقسام ده اسمه ايه؟ مايتوزس. لما الكروموزومز بتقف 46 طابور واحد اسمه مايتوزس، ولما يقفوا في طابورين كل واحد في 23 اسمه مايوزس. في المايتوزس برضو اسميه سكندري نون ديسجنكشن. يبقى ممكن يحصل في ايه؟ ام 2، او ممكن يحصل ان ايه؟ المايتوزس. وفي المايتوزس هينتج عنده ايه؟ 2 ابنورمال سيلز. واحده صح، يبقى الاثنين دي ناقصه ودي زايده. ما طالما في حاجه منهم راحت لوان سيل يبقى دي ناقصه ودي ايه؟ زياده. يبقى لو جيت سالتك يعني ايه سكندري نون ديسجنكشن، بتحصل فين السكندري نون ديسجنكشن؟ مايوزيس 2 مايوزيس 2 او في مايتوزيس. وفي كل الاحوال هو فيلير اوف سيبريشن اوف كروموزوم ات ذا بوزيشن سنتروميري. فيلير اوف كروموزوم سيبريشن عند حته اسمها ايه؟ سنتروميري. لو انا في المايوزيس الابنورمال سنتر بين اربعه اثنين واثنين ماشيين، في المايتوزيس اثنين ابنورمال سنتر. خلاص كده؟ اوكي؟ طيب تعالوا معايا ناخد حاجه اسمها موزايك. يلا عشان تمشي. ايه انا شايفه جوك، انا مش شايفه اصلا صور ايه، بس قشطه يعني انت هتعرفها. يلا يا جماعه عشان همسح. Thank you.
46 كروموزوم. دي خلية ايه؟ جسدية. يبقى تنقسم بقى نوع من الانقسام الميتوسيس عادي. خلاص؟ الكلام ده ما فيهوش تهريج، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول لك بعد ما جنين يتكون بينقسم بأي طريقة تقعد تفكر هو ميتوسيس ولا ميتوزي. طالما أصبح خلية جسدية يبقى اسمه ميتوزي. طيب دي لما تنقسم تديني خليتين كل واحدة جواها 46. طالما ميتوزيس يبقى لازم 46 كروموزوم عادي زي ما بتسأل. ما نجيبش سيري 23 كروموزوم الا لو الانقسامات دي بتبقى ناحية سبيرم او اوفا بس. طب ودي؟ نرجع تاني تنقسم. اوكي؟ تدي خليتين كل واحدة جواها كام؟ 46. طب نفرض ان الخلايا ودي بتنقسم هنا، حصل فيها نون جنكشن وراحت مخلفة خليتين، واحد عندها 45 وواحدة عندها 46. النون جنكشن ده بنسميه سكندري ولا برايمري؟ سكندري نون جنكشن. اسمه ايه؟ سكندري نون جنكشن. نعم. الميتوزيس بتنقسم 46 كمان؟ ايوه حبيبي. الميتوزيس 46 46 بس. مفيش ميتوزيس كتير. اه بتنقسم ثاني. ما هو الميتوزيس 2؟ لا يا ما قلتش ميتوزيس 2. ميوزيس 2. ام 2 ده كان ميوزيس 2. انا هنا انقسام ميتوزي عادي. اللي هي كل خلية تخلف 2 كل واحدة 46، كل خلية تخلف 2 46، ميتوزيس عادي. خلاص؟ طب بصوا كده، لو حدث النون جنكشن اثناء الميتوزيس نتج عني كروموزومز فيها 47 كروموزوم خلية، وخلية فيها كام كروموزوم؟ 45. شوف الجنين ده ترتيبته الوراثية ايه؟ بعض خلايا 46، بعض خلايا 47، بعض خلايا 45. اسمي ده موزايك. نسميه الطفل الموزايك. يعني ايه الموزايك؟ واحد يروح يعمل تحليل كروموزومات في المعمل، يطلع شويه كروموزومات عنده في الخلايا 46 كروموزوم، بعض خلايا جسمه 47 كروموزوم، بعض خلايا جسمه 45 كروموزوم. نسميه ده موزايك. عارف يعني ايه موزايك؟ عارف الازاز المعشق اللي هو حته احمر وازرق واخضر داخلين مع بعض؟ كلمه موزايك هو ده شكل الغريب، تركيبة وراثية مختلفة داخل نفس البني آدم. يعني بني آدم هو واحد، لما اجي اعمل له تحليلات الكروموزومز الاقيها في بعض الخلايا 46، في بعض الخلايا 47، في بعض الخلايا 45. اسمي ده الكروموزومز المرخبطة اللي عنده دي موزايكو. لو جيت اقول لك اشرح لي كيف يحدث الموزايكو، تقول لي جنين اتكون بطريقة طبيعية جدا، سبيرم مع اوفا، لا خلل خالص. بعد ما اتكون وبدات خلايا الجسديه تنقسم العديد من الانقسامات الطبيعيه، فجاه حدث خلل اسمه نون جنكشن في بعض خلايا جسمه وليست جميعها. لما يحدث الخلل اللي اسمه نون جنكشن في بعض الخلايا ينتج عنه دي خلايا فيها 47 وخلايا فيها 45، وسمي الطفل ده موزايك. ال 47 وال 45 دول بيكملوا يعملوا ديفيجن ولا بيعملوا ايه؟ ميتوزيس. ودي تخلف زيها عيال 47 ودي تخلف زيها عيال 45، ويبقى الجسم فيه لاين اسمه 46 ولاين 45 ولاين 47 كروموزوم. طب الطفل ده بسميه ايه؟ موزايكو. بسميه ايه؟ الموزايك. اوكي؟ الموزايك ده يا جماعه ده برضه عايش في وسطينا وكتير جدا. على فكره في طفل منغولي تلاقيه توتالي تخلف عقلي بالتمام، يعني غير قابل تماما للتعلم. في منهم نوعيه بتروح المدرسه وبتتعلم بس بصعوبه. سببه ايه؟ اللي هو اللي ابتدى يفهم ده وبيشتغل وبيتعلم وبيلعب العاب وبيدخل العاب اولمبيه كمان، وفي ناس منهم كويس يعني الى حد كبير تحس ان هو منغولي بس بيفهم. ده بيبقى غالبا النوع اللي هو الموزايكو اللي حصل له بعد ما الجنين اتكون تماما سليم ابتدى يحصل الخلل في خلايا الجسديه. اوكي؟ اسمي ده موزايك. بصوا كده يا جماعه، ايه سبب تاني يعمل لي خلل عددي؟ اسباب بقى كلها بتاعتي. كروموزوم راحت كلها تقف في خط الاستواء بتاع الخليه عشان تنقسم استعدادا للانقسام. راح كروموزوم منه ما رضيش يقف ويقف على جنب. هما المفروض كام كروموزوم واقفين في الخط؟ 46 اهو مثلا. جه واحد راح واقف على جنب قال لك انا مش هقف في الطبق. راحت الخليه الكبيره بتاعت علاقه احنا هننقسم، قال لهم لا انا مش واقف ونايم على جنب كده. راحت الخليه انقسمت الى اثنين سلت، ال 45 كروموزوم اللي كانوا واقفين انقسموا خلاص، واللي قاعد لوحده ده اهو طلع عليه اللايزوزوم كامل.
كده عندي كم دوتر سيل؟ اثنين. كل واحده فيها كم كروموسوم؟ اشمعنى جم منين 45؟ الريدي يقفوا فين؟ في خط الاستواء. طب واللي ما رضيش يقف؟ كان هجمنا عليه وكلناه. طب مثال تاني، كل كروموسوم وقفت في خط الاستواء وجالهم واحد مايع راح واقف معاهم وجه الانابيب تشده عشان بقى يقطعه مش راضي يتقطع. يا ابني قطع، مش راضي يتقطع. اللي ما رضيش يتقطع ده قال لك في الاخر نروح رميينه على خليه من الخلايا كامل. يعني كل كروموسومات اتقطعت وجينا عند اخر واحد مش راضي يتقطع. لو انا فقدت كروموسوم لانه ما رضيش يقف مع الناس وهي في خط الاستواء اسميه سكت اللص، فقد سكت. يعني كلهم واقفين وبيتقطعوا، واحد مش راضي يتقطع معاه عامل اللص. طب لو وقفوا في خط الاستواء واتقطعوا ما عدا واحد اسميه انافيز لاج. انافيز اللي هي المرحله اللي بيتم فيها تقطيع الكروموسوم، لاج يعني تاخر في مرحله الانافيز. يعني التاخر ده قد يكون الكروموسوم هو ماشي بيتاخر عشان يقف في الطابور متاخر، يعني هو ماشي كده متاخر في الوقوف فما بنلحقش نقطعه معاه. اوكي، وممكن يقف بس كروموسوم المايكروتوبيولز ما تشتغلش كويس فبرضه مش هنقطعه معانا. يبقى سواء وقف متاخر او ما رضيش يتقطع اسمه انافيز لاج وسمبل لاس. خلاص. طب لو جيت سالت حضرتك كده، فاكرين قبل مرحله الميتوزس كنا بنعدي حاجه اسمها جي 1 اس جي 2 واس؟ دي مرحله ايه؟ تضاعف الكروموسوم. طب افرض ال 46 كروموسوم منهم 45 تم ليهم تضاعف وواحد كروموسوم لم يضاعف، تعالوا نتخيل شكل الفريق بقى ايه؟ 45 كروموسوم دبل كده واقفين في خط الاستواء، واحد في الاخر سنجل كده واقف لوحده. تخيل الخلية دي، تعالوا نقسمها كده، اتقسم الى 2 سنة، واحدة خدت نصها كده وخدت ده معاها، والتانية خدت بس ايه 45 كروموسوم، ودي خدت كام كروموسوم؟ 46 كروموسوم. اسمي ده failure of duplication of chromosomes in S stage. يبقى كروموسوم واحد من هما 46 المفروض يتضاعف. جينا حصل مشكله 45 تضاعفوا والاخير رفض التضاعف، يعني طلع عندي كام كروموسوم شكله دبل؟ 45. وكم كروموسوم شكله سنجل؟ واحد. الكلام ده معتمد على الحصتين اللي حبيبي اللي خدناهم قبل كده اللي فيها اللي بيحصل في الاس ستيج. اوكي، طب ثانيه واحده، تحبوا اترجم لكم كله ولا تخلوا كله الجمعه؟ لا ترجم ترجم. الجمعه الساعه 3 هكمل الثلاث صفحات اللي باقيين في السايت جينيتكس. انت باقي لك كام صفحه في السايت؟ يوم الخميس بكره الساعه 6:30 الصبح دي كوربيكتيشن حصه ثانيه، ليه انت ما حضرتهاش؟ بكره 6:30 صباحا في كوربيكتيشن.